شيخ إلهي سبحانه وتعالى أجرك هاي هبديه وحاجرة كلاب هاوس كحولية هي قلال إيو جروبية كلا دوان ودات كلا نوع نوع أي معمولان وهذا على مركا مرر بدن إن قلا مسيحيين أو كريستان بعنا هدهين أو سوماليا أما كوا شبه شبهين وطا أو أما الملحدين بعنا هلا أما الدين تبان كشك سنة هلا إن جروبية صافرتان dad fara badan oo umada Soomaaliyeed kamid ahna ay gruubyada ay tagaan oo dhageystayaasha ay kamid noqdaan barakallahu fik marka sheekh gruubyada kala duwan ee faraha badan waxa dhacda dadka Soomaaliyeed inay inta iska fariistaan shubahaadka ama muqaddasaadkaasi wax laga sheegayo iyo aflagaadada loo geysanayo inay iska dhageystaan maxaa ka soo gaari kara maxaysa xukumkeedu ay noqonaysa maxaad sa kula talin lahayd dadkaas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والسلام بعده شو حسن المسألة ذا ما لها وحاحون لغوها يو أما هالنقطة ذنوبية معاصي عمل هي فعل لصمانية أما الشبهات كان هي ما لها لو شيغية أسألك قفك مسلم كا ينوتها أما أوفاريستو أما أوديغيستما بنانا كتابك يا سنة دون الله بدو بساس الشيء كتابك القرآن كي هي وحاكم إذا لبا عيدو دمدون عن صوقاته إلا يحلو إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري تظرت كوا عياد إلا يدب علىنايا سحن وغهر ليا وحن لوبا هنين الشيء وقلدنا الشيء تيدي كوا يكيين سقفوا فعارض عنهم كتشيتسو حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسي أنك الشيطان شيطان دوكو هالمانسي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تذكر ظلمي كتشيرا مكة حسوسة كدب هلا سيفرين قول عوقتك قفق حماها وداي وحا أغفي عن حمانتي اللوغو هرتوغ إنها لبدأي سواي آيات كلاو حياة هيد مركي اللي يري حتى يخوضوا في حديث غيره حدات سمين ويدا محاكا دارانيا إنكم إذا مثلهم لم يدبان نقونا إسا دم بيجي ماشا لغا حي أذيغان الدم بيجي واكسو قاريا حداد محاد محاد دادا منكر كزولين كرين إن هاد ماشي سفر لذا معها نبينا عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير وكيري الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وهي بشرفه ينكو تشيران وضدك إن بضان وكم إذا إن قرني إن بأجر سيدي جوابتي الصح ظاهي أقوانت إذا إن العين محقوها بالمرك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه qofkii shubahaadka ka dhowrsado kaskaba ilaaliya hadda dhaxfar dhido dhagaha u horsato dimaadan iska ilaalinin hadda dhaxfar isato daawatana maadan iska ilaalinin faman ittaqa shubahaati shubahaadka qofkii ka dhowrsade iska ilaaliya faqad istabara li diinihi wa 'irdi diintiisa iyo sharaftiisa way u badbaaday wama waqaa fi shubahaati waqaa fi al-haram تصال الله إن سيئيو مال حولة إن داني حولة هو داقان ويقالان لغو ديدي هداد كو أغا ورورية چيسود أغا داقضو ودبوت كو دو كورية چيسا دلقم بايدي هذي كان ماشا شبهة النفطة دي إيمان كاقية دين تا دي هداد أغا ورية چيسو وحن باقي قوو بحيو دلقو دي كبا فقو داد كو حاكا شاقين ايانا وحالا ينا براي داد آفايسان ويچرين إنا يهين إن يقول القرآن سورة البقرة لو شيغي وليري في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كو قلبك كتشرانا باشرة كو قلبك كتشرانا اللي نو شيغي وحاكم بذا كو شبهات كرادية وإلهي بوحولي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ك
kuwa qalbigoodu uu leexday cudurkiiyo jiradii iyo beledu ku jirtay jbuka waxaa shubhada ay raadraadiyaan iyadoo fitna doon iyo balaayo doona. Fitnadan maradka lagu magacaabee dadkan shubuhaadka raadinaya ee sheegaya ah waxay la mid tahay waa amraadul quluub baa la yidhaahdaa, sida ay tahay in laysaga fogeeyo laysaga dheereeyo ka amraadul ajsaam, jirka xanuunada ku dhacaba ee gudba waa la karantiilaa, ama meeshuu ku dhacay daacuun lama galaa la yidhi. Haddaba dhaweyta karoonuhu markuu dhacay weli baaqiga si ah, dee qof uu ku dhaco waa laga karantiilo. Qofkaasi jir ahaan buu u xanuunsan yahay, kan kalena qalbi ahaan buu u xanuunsan yahay. Saa darteed nagu hadduu yidhi calayhi salatu wasalam, laa yuradu mumridun calaa musixi, xoolo jiran yaan xoolo caafimaad qaba lagu darin, oo xoolihii cadhada qabay iyo kuwii furuqa qabay iyo lagu darin la yidhi. Oo yidhi wafira min almajduumi firaaraka min alasad, qofka juudaanka iyo xanuunka gudba qabee jirkiisu boogta noqonaya iyo dhacaan kale ka cararsaa, libaaxa uga cararta naftaada wala cararta. Haddii aan ognahay iimaanka iyo diintu iyadaa ka muhiimsan waxaan kale, tanaa kasii mudan inaadan shubuhaadka iyo iimaanka daciifka ah aadan diintaadii gelinino, aadan diintaada badeecad suuqtaa laka dhigin. Waxa qaaliga ah taqsiga iyo waxa jiran ee ku degan waa laga ilaaliyaa. Hadda cuntada fiiri, haddii uu daqsigaa wareegayay ee qashinka ku soo degay iyo baranbartaa socota, gogoshii aad ku seexanaysay, cuntadii aad cunaysay, waxaad cabbaysay, waad ka ilaalisaa. Kanna waa jeermiskii oo kale oo socda oo mariidka ahaaye, waxaa la rabaa qalbigaaga iyo iimaankaaga inaad ka ilaashato. Saa darteed baan yidhi meeshooda haba tegina. Saa darteed dadkan waxaan dhihi lahaa, fadhiga iyo dhegeyskana waa ku dambaabaysaan, shuba iyo bale iyo fitnana waa idinka soo raacaysaa, waqtina waa idinkaga dhumayaay. Saad jirkiina dadka jiran uga ilaalisaan, waxyaabaha jeermiska watana gogoshiina iyo cuntadiina iyo uga ilaalisaan, waxaan jiran iyo jeermiskay wataan iimaankiina iyo caqiidadiina ka ilaaliya, dhegihiina iyo indhihiina ka xafida. Ilaahi subxana wa tacala waa idinka badbaadinay. Uma baahnayn diintiina inaad suuq iyo badeecad daqsi kastana ku dego, baranbar kastana fuushaad ka dhigtaano, halkaa intaa u fadhiisataan dhegihiinu qashin qub ay noqdaan. Bini-aadamka jiran ee xuthaalada qashinkoodii inaad dhegaha iyo indhaha u dhigataan sax maaha. Saa darteed meel iskaga xidho, billahi tawfiiq.